كيف أجمع أو كيف نجمع بين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف أنه صلى الله عليه وسلم ومات ولم يترك من هذه الدنيا إلا بغلة وسباحة وشيئا من شعير كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكثير من الأحاديث التي تحث على التقلب من هذه الدنيا وتتحدث أيضا عن فضل الزهد فيها، لأن مال الإنسان الحقيقي هو ما قدم لنفسه في الآخرة. كيف نجمع بين هذا كله وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة إنك انتظر ورثتك أغنى خير لك من انتظرهم عارة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نرجو أن تجمعوا لنا بين هذا وذاك جزاكم الله خيرا، كما نرجو كمال البيان في هذه المسألة والله يرحمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الزهد في الدنيا ليس معناه أن الإنسان يعطل الأسباب ويترك الكسب الحلال، وإنما معناه أن الإنسان يتجنب الحرام والمكاسب المحرمة ويقتصر على ما أحل الله سبحانه وتعالى. أما ليس معنى جمع المال وتنمية المال أن الإنسان يكدسه عنده، بل معناه أن الإنسان ينفق منه في وجوه الخير ويقدم لنفسه ويكون الإنفاق فيما ينفعه وينفع المسلمين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصلاة والسلام يجمع المال، وإنما كان ينفق ما جاءه في سبيل الله عز وجل في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والترغيب في الإسلام. فهذا هو معنى الزهد في الدنيا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الاقتصار على ما أحل الله من المكاسب، الابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى، والإنفاق في سبيل الله عز وجل. إن الإنفاق في سبيل الله أن ينفق الإنسان على أولاده وأن يترك لهم من المال ما يكفيهم من بعده، ولا سيما إذا كانوا قصارا، فإن هذا من الإنفاق في سبيل الله أن يجر عليه الإنسان.